جدا مهم، ولذلك لا ياتي التوجيه الا لما نعرف ايش احنا نبي اصلا. يعني احنا للاسف دائما وابدا نقول ان احنا نبي نوثق، لكن شو نوثق؟ ما هو الشيء الذي نريد ان نوثقه؟ لذلك مهم جدا الان عمليه وجود التقارير الدوليه، لذلك يعني اداره التعاون الدولي في وزاره الخارجيه قامت دور كبير فيما يتعلق بتوثيق المساعدات الانسانيه لدوله قطر في كذلك دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك لديهم كذلك يعني جهات تقوم بعمليه التوثيق، لدينا كذلك تواصل مع مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بايجاد وحده معنيه بالشؤون الانسانيه لتقوم كذلك بتوثيق كافه الجهود الانسانيه التي تقوم بها دول مجلس التعاون، لدينا جهود يعني انا كذلك لدي جهود كمبعوث انساني مع جامعه الدول العربيه في كيفيه كذلك ايجاد جهه داخل جامعه الدول العربيه في تعنى بما يتعلق بالشؤون الانسانيه وكيفيه وجودها كذلك في الواي سي او منظمه التعاون الاسلامي، وبعد ذلك نجمع هذه كلها تحت مظله واحده وهي مظله الامم المتحده بقياده الحوثي التي حقيقه لديها مجال واسع وخبره طويله فيما يتعلق. شكرا لكم. طبعا هو التوثيق ليس فقط يعني توثيق الحقائق وانما تقييم العمل واستخلاص الدروس هو المهم بالنسبه للشباب. لما تفضل الدكتور ناني قبل انه كيف تشوف الخبره من جيل الى جيل، لا يمكن ان تبرز معنا دروس مكتوبه وموثقه بشكل جيد. موضوع التنميه والاستدامه استاذ رشيد ترمن التنمية المستدامة وعلاقتها بالعمل الإنساني، أهداف التنمية لوضعت الأمم المتحدة وعلاقتها بالعمل الإنساني. Thank you very much. I just would like to say something about the financial banking system that is in the UN. Yeah. And I think capacity building efforts that are carried out by you will be helpful in managing the financial banking system that we are operating now. The financial banking system is good in terms of it is as good as information has, and I think it is up to the governments or to the charities to inform the financial banking system that they are donating to these people. And the second thing is about the development goals, sustainable development goals. I think it's very important that we are doing the development from day one when crisis happens. And we are not violating development goals, but sustainable development goals. But we are working in their succession, in their successful outcome. Thank you. Thank you very much. Sir Hanna, موضوع الحماس. حماس الشباب وكيف تعطي ذلك أهمية في الأوقات والأوضاع الحديثة عن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بس التوثيق أول كلمة سورة من حقين. التوثيق هي ربع استراتيجية صاحب القرار. يا عيسى كان ربنا كان في الانسايكلوبيديا صح؟ كان في السنة يعني معناها ايه؟ التوثيق بيكفي فلوس. واحد في جمعية الجمعية مترأسها أو مؤسسة عايزاها تكتب التاريخ. قلت لهم حط 5 مليون على الترابيزة. وثلاث أربع سنين، والخمسة مختلفة. لأن فيها صور وفيها تحليل وفيها أهداف فارقة. التوثيق يعني شيء مهم جدا جدا. الحماس دايما بيكون مع المؤسس ودايما بيكون مع الانخراط من حاجه الناس، فزي ما ذكرنا الدكتور احمد قال ارميهم في البحر وديهم المخيمات عايشوا مع النازحين، يعني حسسهم بحراره الالم بتاعه الاخت المنفصله.
او الارمله او اليتيم او المسكين اللي هي المعايشه. طب معايشه مع الكبار او معايشه مع اللاجئين. حماسنا مش هنفتح بس حولوا الطاقه الايجابيه وحولوا لشيء مفهومها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل الشباب بعد ما تعملوا فتره سجلوها جمعيه واتبعوا القانون. يعني حاجات اللي العمل اللي هو الدفاعي جميل لكن لابد ان يؤثر بعد كده ولابد ان يمنهج بعد كده ولابد ان يكون رسمي ولابد كل مجموعه من الشباب عندها فكره ممكن فكرتهم تبقى حضاره بعد 80 سنه او بعد 100 سنه. لو راعوا الفكره واصبحت زي الفكره شجره وبعدين غابه وبعدين مراحل تبدا حضاره كام؟ 50 سنه 30 سنه 100 سنه. حضرتك عرفتني ان انا كنت مؤسس احد المؤسسات من اكثر من 30 سنه. من اكثر من 30 سنه ما كانش عندنا مكتب. كان كله صندوق على الحيطه بس. ما كانش فيه ميزانيه ولا شخصيه. كنا بنمشي في الشوارع بشنطه بلاستيك مش كده يا حماده؟ شنطه بلاستيك في الشارع كان اللي فيها قرش وقرشين وجنيه واثنين جنيه. بس بعد حاجه و30 سنه انا خلاص خلصت. بعد حاجه و30 سنه اصبحت كما قلت حضرتك. فلابد للشاب ان يرعى الفكره ولا على الفكره ولا يرعى نفسه. لابد للمؤسسه ان تنظر الى الفكره وتنظر للشخصيه حتى لو كانت شخصيه مؤسس. الهيكل يخدم الفكره. الفكره ما تخدمش الهيكل. والاصل في ايه؟ الحماس ان تظل الفكره قائمه وتطورها ثم تملكها للمجتمع. فان انتقلت المجتمع في بلدك تحولت هذه الفكرة إلى مؤسسة وإلى ثقافة وإلى نهضة وإلى حضارة وإلى تاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور. أنا جاتني إشارة أنه يجب أن ننتهي بعدها لأنه تعدينا الوقت في استراحة، لكن أرجو أنكم تكونوا قد يعني على الأقل أوصانكم فكرة عن طبيعة الثلاث أيام القادمة. هذه الثلاث ايام ليست فقط لتلقي التعليم والسيلز، انما ستكون هناك مشاركه وسؤال وراي وراي اخر، وهذا شيء احنا بنشجعه في مجتمعاتنا الاكاديميه وبشكل عام في مجتمع الدوحه بشكل اوسع. فمعكم ثلاث ايام، حافظوا على قدروا على طرح الاسئله واستفيدوا بقدر المستطاع من الفقرات اللي حتكون معاكم. والان اطلب منكم اذا سمحتم ان تشاركوني بشكر الاساتذه معنا الاستاذ هاني الاستاذ احمد الاستاذ